بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا اخواني انا يظهر لي باللي يعني انا مانيش حاب باش نتكلم، بس يعني الظروف اللي جابتنا لهنا لازمنا نتكلموا، خاطر الظروف اللي رانا فيها وصلنا لواحد الوقت اللي لازمنا باش نتكلموا الكل، ولازم يتكلموا الناس اللي راهم مارسوا ثورة على حقيقة وعاشوها وعاشوا الحزب قبل من الأحزاب هذو وقبل من الثورة. الحزب اللي وصل الثورة ولا اللي وصل الرجال هذيك الساعة باش يكونوا رجال وباش يكونوا ساجعين، باش تكون عندهم الشجاعة باش يديروا الثورة. أنا يظهر لي درك الناس اللي راهم موجودين لهنا في هذا الميدان تاع التسيير، خاطر حنا تكلمنا عليهم كل حال بكري وجرحناهم، يعني ما شتاوش باش نتكلموا لهم. تكلمنا بكري في عهد بن بلال ذيك الوقت، في عهد الناس اللي الناس كل يظهروا لهم خاونة وهما نظاف. ذيك الوقت سبونا احنا، قالوا انتم ذباحة وانتم كذا. انا هذه هي الكمال اللي خرجني من حياة بن بلال، وحاضرين بعض من الاخوان راهم مازالوا موجودين عندنا اليوم من هنا، وقالوا انتم ذباحين وانتم كذا الى اخره. صلحت هذا الكلام هذا انا وياه، لخاطر ما كانش النظام وما كانش الرجال الصايرين في الحكم وما كانش الرجال اللي عندهم شجاعة اللي كانوا هذيك الوقت كانوا يتقدم امام الطنق يضرب ويضربه هو قبل من الجندي، يتقدم هو للموت. احنا بكري كنا كمسؤولين، عشنا المسؤوليه نتاعنا الشيء اللي قدرنا نعيشوا بها، بصح عمرك ما بعثنا الجندي يضرب وحنا نقعدوا، احنا اللي نضربوا. انا واحد من الناس راهم نزلوا حيين، راهم معنا ما يضرب واحد كرتوشه حتى نضرب انا، وانا ما زلنا حيين. ولكن اليوم اللي هذه ما عندهمش الشجاعه باش يديروها. انا كي شفت الحكومه نتاعنا ذيك الوقت قالت انتم فيها البركه، راكم طولتوا في الحكومه، راكم سلطوا الناس كلها كرهوكم، يقولوا بالديكتاتوريا وباللي كذا. هكذا الدعايات احنا سمعوهم هذيك الساعه كي كنا في مانده عامين هذو، قلنا ذيك الساعه كي كان باش نحاول اوتونوم، وداروا نتاع عامين يسبوا فينا يقولوا انتم راكم العسكريين هذو ما يبقوش دائما مسيطرين علينا، ماذا بينا ينسحبوا يخلونا نروحوا، خلونا نتحركوا نديروا حاجه ديمقراطيه وديروا. وهذيك الوقت احنا ما لقيناش الناس سجعان اللي باش يتموا المسير باش يحكموا الحكم في يديهم. احنا حسبوا روحنا ذيك الوقت جبهه التحرير هي الثوره وهي اللي تتصرف وهي اللي تجي. فاذا احنا كي مشينا احنا من بعد ذيك الساعه كملوا لنا احنا، قالوا اللي نحيوهم من المجاهدين ذيك الوقت من هذيك المنظمه نتاع الحكم نتاع اللجنه المركزيه، ولا كنا في لجنه التنفيذ ما عندناش كلام، كنا خاطر كاين امير واحد، كاين واحد يقول لا ما ديرش هذيك الحاجه حتى نقول لك انا. ما انا كنا تحت رحمه مفرعون في هذيك الوقت، ما انا قلت انا ما نجيبش نعيش انا تحت رحمه انسان اللي كيما هذا الضمير تاعي ما خلانيش باش نعيش مع هذ الناس هذو. ما لقيناش من هو اللي يقاوم معنا الطامه هذه باش تعدل روحها. خلينا نسحبوا من الميدان هذا، نروح نشوف ميدان اخر. أنا احنا بزايد علينا كعاد، احنا جبنا استقلال واليوم ولينا تسبوا، يقال انتم ما تصلحوش ما تصلحوش القياده وما تصلحوش التسيير وما تصلحوش. وحنا درنا حكومه في وسط حكومه الصاروخ، الثوار داروا حكومه في وسط حكومه الصاروخ وغلبوها. الحكومه نتاع الثوار تحكم باحكامها، وعمرك واحد يظلم واحد ولا راح له حقه يتشارع ويجي الشرع نتاعو ويجي الحق نتاعو، اللي عنده حق يستحق يتقص منه ويتعطى له حقه. ومن بعد جينا للحكومه نتاع الاستقلال في هذيك الوقت. هذا هو الكلام اللي قلته انا لبن بلال في هذيك الوقت، وقلت بعض من الاخوان راهم مازالوا معنا حاضرين، وراهم هذا هو الكلام اللي قلته راهو مسجل. انا من جملتها هو الاخ السي بو علام كان في هذيك الوقت هو المسجل نتاعو، وانا يعني حلفته باللي قلت له راه نجيك الشهاده لو كنت نحيي الكلام نتاعي، خاطر ما دايروش يقراوه للجيال. وهذا هو الشيء اللي بعدنا احنا باش هذيك الوقت احنا نظرنا نظره طويله باللي احنا خممنا على، خاطر احنا شفنا في الحزاب وشفنا في العراقيل وكنا صغار هذيك الساعه من الصغر تاعنا، وحنا نكافحوا في القياد ونكافحوا في العراقيل ونكافحوا في الجماعه نتاع القوميه وغيرها وغيرها. القوميه هذه كانت من قديم الزمان. احنا هذيك الوقت وحنا نكافحوا، ومن بعد كي وصلنا احنا للاستقلال قلنا الحمد لله يا ربي جبنا استقلال، رانا درك معليش نعطيوه للشعب يسير ولا للناس المناضلين الناس الطاهرين الناس كذا. فتشنا على باش نديروا الجبهه، خلينا واش من الجبهه هذه؟ شنو الجبهه هذه؟ خلينا درك حنا نديروا الشيء اللي يظهرنا، وحنا رانا احرار ريحوا الترانكين كا 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 ويظلوا يضحكوا علينا.
ها واش من الجبهه هذه انت بقات لك ها انت مجاهد على روحك ريا راه انت تنيه على روحك ريا برك خلي دروك مثلا تاع مثلا تاع تاع فنيات ومثلا تاع استراتيجيه وسياسه وكذا عيب يضحكوا علينا الناس نوليو احنا لهذيك الخدمه القديمه هذيك يا ناس راهي الجبهه هي اللي دارت الصوره يا ناس الجبهه راهي عندها تاريخ وراكم تندموا عليها هاي تندموا على هذه الجبهه راهي الجبهه هي اللي تسير وماذا بين تكون الجبهه هي المسيره وهي رجالها اللي تحكموا فيها بكري يشاركوا درك فيها ولو كان قلال وعطينا النظريه نتاعنا وما حبوش يقبلونا وانسحبنا صبحنا في جهه اخرى خلاص قفلنا فمنا قال خلاص ديروا لاستيك الفومكم وريحوا ما لا هذه هي النظره اللي كنا نخمو عليها احنا على خاطر عشنا في السياسه بكري عشنا مع الاحزاب وعشنا مع نعرفوا باللي يجي هذا الوقت هذا الوقت تجي كان مع الاخ عبد الحميد كنا احنا في تونس ديك الساعه انا كنت منفي وكنا ديك الساعه نتلاقاو ديك الساعه لو كاين تطاحن هذا السياسي نتاع الحجاب ونتاع كذا ورواح 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 بصح هذا هو اللي شيخ منا عليه باش بصح كاين رجال سجعانين كاين رجال قلال بصحهم عندهم السجاعة وعندهم الطهارة سجاعة وطهارة مع استشهاد في سبيل الله وكلمتهم ما تطيحش إلا قال الجبهة خلاص تفاول الحزاب هذوك كل اللي كانوا نتاع المسك صبيت فيه كانوا نتاع جمر صبيت فيه الماء خلاص لا حزب ولا عمي علي والو بصح لو كان كاين الإرادة ضرب كيفاش استقلال الجبهة ما عندها السلطة ما عندو هذه الجبهة هذه إلا كان ما عندهاش الرجال هذا ما مش رجال لا ما كانش رجال أنا نقول لكم ما كانش رجال اللي يسيروا هذه الجبهة هذه وما كانش رجال اللي عندهم شجاعة كان عندهم شجاعة 10 من الناس يديروا حكومة تعجبها وما كانش واحد آخر يغلبها وكان من هذاك النهار كان تحكم الحكم يولي نتاع الجبهة يقول لي احنا كنا درنا الخطره الاولى درنا جيش تحرير ومن بعد كي قالوا الجبهه هذو عندهم الحق باش يكونوا بصفه الناس مشتركين كل الشعب كل مشترك تسمى جبهه وجيش تسمى خلاص ما حينا من الامور تاع طبقنا الامر علاش الخطر كاين الاوامر كاين الاوامر ديك الساعه فيها الثقه وفيها النيه وفيها الاراده كي يقول لك الكلام ولو كان احمر قال لك ابيض ابيض خلاص طاعه طاعه والنظام والطهاره احنا نذكر اليوم رانا لقينا اليوم روحنا واحد يهدر لنا مثلا كيما هذا واحد يقولوا ابراهيم انا سمعت واحد يقولوا ابراهيم من شارف عليه يقول احنا عندنا اليهود وعندنا الكفار وعندنا كل يدخلوا لنا وعندنا المسيحيين وعندنا المجوس وعندنا كل وثري صح عندنا على حسب المناقشه اللي فاتت احنا نسمر واحنا بكري جاهدنا في سبيل الله والجزائريين كل مسلمين انا غير سمعتها في النقاش نتاع هذا الخردة هذه اللي داروها جديدة اللي يسموها على خاطر انا ما نسميش ديستور انا نسميه خلوطة خاطر هذا خلط العقل نتاع العباد علاش على خاطر عطاوا الفرصة هذه الجبهة هذه عطات الفرصة للهيشر هذا اللي راهو اللي يظهر له يغني انا يظهر لي هذو ما عندهمش احساس ويظهر لي الناس اللي كانوا واحد يزعم باش يولي باش يحكم القياده ولا باش يحكم وهو مازال ما يفهمش واش هو الخطه نتاعو مثلا عنده 20 سنه ولا 30 سنه ما عاش الحوادث ما عاش انا ما نلومش على الشباب اللي عندهم 30 سنه على خاطر 30 سنه كان في الثوره صغير ما يعرفش كان يرضع في البيبر وحنا لقيناه مازال يرضع صح انا نلوم على الناس اللي كبار نلوم على الناس اللي كبار اللي شقاو اللي تعبوا اللي شافوا كيفاش التضحية وكيفاش الجزائر واش صرا لها وين رايحة تروح والسجاعة نتاع هذوك الرجال حنا ما يكون عندنا رجال انا اللي هيشر ما كان رجال والو وانا نقول لكم كاش سبيتكم كل سمحوا لي على كل حال بس هذه هي النظرة نتاعي انا على خاطر عييت نفتش كاش ما نلقى الرجال نتاع اللي عندهم سجاعة ولا الرجال اللي عندهم ولا تدركوا مسألة نتاع مشاورات هكذا الفارغة ومانيش عارف احنا ما ندير في الحكم ضحينا وجبنا الاستقلال وما زلنا احنا حيين والناس يديروا حكم تاع العجيز قدامنا هذه مناقشات فارغه هذه ما كاينش الحكم يستحق كانت الجبهه وكاين نظام وكاين كذا احنا على خاطر قلنا لهم هذيك الساعه نديروا الحزب خليونا نديروا الحزب هذا نكملوه ويجي يكون الحزب هذا هو المربي هو المسير كذا صح ما نهضرش حنا على درك على خطر غايبين الناس اللي عرضونا في هذيك الوقت وخلقونا مشاكل حد مات حد كذا حد مانيش عارف عليهم هذه الاسباب كلها اللي وصلت لهذيك هذيك الوقت ما خلوناش الناس اللي باش يربيو
الناس على ثقة. جونا الرجال، جونا الرجال اللي كانوا بكري، كانوا لربما حستهم الظروف، جابتهم الظروف تاع تفريق الحزب في هذيك الوقت. اخرين تبعوا مصالح، اخرين تبعوا اللجنة المركزية، اخرين كذا، ولكن الاستقلال جاو باش يربيوا ولادنا، باش يربيوا ولادنا، باش يكونوهم على طاعة وعلى على نظام. واش هو الحزب؟ واش يفهموا الروح؟ واش هو الروح نتاع الحزب؟ واش هو الروح نتاع الحزب؟ ها قالوا لنا روحوا انت ديروا حزبك، خليونا من هذو ما يفهموا والو. هذا كذا فاست، هذا عباسيش، هذا مصالح، هذا كذا، ولدي نعلو الشيطان. خليونا هذو يربيونا ولادنا، او يربيو الجيل الجاي. ها ما يحبوش يفهموا، قال لك ما كانش هذه منها. هاو جايه الازمه اللي راكم، الا كان راحت لكم، راح لكم هذا اللي راح تجيب التحرير، راح الحزب تاع جبهه التحرير، راكم تندموا عليه. راهو هذا هو اللي فيه الطاعه وفيه النظام، وهو اللي ضحى ومواليه، والناس اللي ماتوا راهو ماتوا على جبهه التحرير، ما ماتوش على حزب اخر، على فيدرالية ولا على حاجه اخرى. على كل حال حاربنا جرينا ما لقيناش. ما لقيناش روحنا، لقينا روحنا لربما لقيت انا وحدي روحي، ولا بعض من معايا ساحبنا من هذا الميدان. خلي الجماعه يدبر راسها، قال انتم ما تفهموش، انتم خفيتكم، ساحبنا منها. ولكن يا للاسف نرجعوا للكلام اللي دروك لازم نتكلموه. هل كاينين هاد الناس هذو اللي راهم داروا الصوره مازالوا حيين؟ يسحق الناس يسحق يجيو، ويسحق الناس اللي داروا الصوره يسحق يحضروا. وعلا ما يحضروش؟ ولا ما حضروش راهو ما دارش الواجب نتاعهم. راهو عليهم كفارة، تاع الكفر، تاع باللي خلاو الدم تاع الشهداء اللي عاهدوه ما داروش الواجب نتاعهم عليه، على خاطر حنا ندفنوا الشهيد ونقولوا له حنا نكملوا الباقي. انا نعاهدوك ارقد هاني في الجنة، حنا نكملوا الباقي. كذبنا عليهم، حسبنا ربي عليهم. ولهذا الجزائر ما تمشيش، خاطر هذوك الناس حتى لهم خانوا العهد حتى تاع الشهداء. يلزم لهم يرجعوا للميدان ويجي يكونوا الحزب، يكونوا حزب التحرير، ويسحق يكونوا في هذا الميدان هذا. وانا ما يدهشونيش هاد الطيارات اللي جاوا جدد، ولا هاد انا هذو ما يدهشونيش، انا هذو ما عنديش الحاجه فيهم. انا الشيء اللي نقدر نديرو بصح ما يخوفونيش، خلاص. وما ما نخافش منهم، خلاص. الناس اللي يحبوا باش يفزدوا، ولا يحبوا يعرقنوا، ولا بصح الناس اللي كانوا ما عندهمش الشجاعه اللي راهو موجودين، والله يشوفوا يقول لك انا خاطي. علاه كي ما كنتش انت في الحكم انت خاطي؟ يسمى لي انا الشيء الكيما هذا، يسمى لي الحكم نتاعي والبلاد نتاعي وكل والو. كان انت راك انت فرعون علينا، بصح يلزم لك انت. انا نعرف بلي كي تضر حاجه نجي نقاومك وحدي. انا ما نحبش يقاوموا الناس معايا، نقاومك انا وحدي. ما تفرعنش على ياسي، خلاص. هذا الشيء نتاع الملك نتاع المؤمنين وملك نتاع الشهداء، وحنا معاهدنا الشهداء. ما نقولوش حنا استغنى، وحنا على ناس اخرين يقولوا لك احنا مثلا حضروا معنا في الميدان وحضروا في الثوره وحضروا. بصح اليوم راه يقول لك ما نجيوش، لا، عليهم مسؤوليه، لازم لهم يجيو ولازم يحضروا. وهذا الشيء هذا يسحق كيما يقول انا نشاطر بعض من الاخوان اللي كيما سي عبد السلام يقول، يعني في الحق يعني هذه الامور تتحضر في الاستاع، وتكون مناقشات عليها، وتكون يعني تحضر مده شويه طويله، ويحضروا المجاهدين هذو ويتناقشوا ويدارسوا ويتفاهموا. بصح لازم يقفوا على طريق مستقيمه. هكذا كانوا المجاهدين يتضاربوا في النقاش، يخرجوا من ذم يسلموا على بعضهم، يمشيوا الميدان وكل واحد يحكم ميدان. هذه بكري قبل الثوره، وهذا هو الشيء اللي توصلنا به، هذا هو الشيء اللي وصلت به الثوره، اللي هما المؤمنين اللي وصلت بهم الثوره. ماهوش درك الجماعه اللي هنا كل واحد يروح يطلق السموم نتاعو في الاخر، هذاك الاخر فيه ومانيش عارف يخرجوا من هنا، خلاص. بصح لا، اذا كان كاين المؤمنين نتاع الصوره، كاين المجاهدين، انا نظن باللي كاينه زريعه نتاع مجاهدين، وكاينه كميه لا باس بها. هاد المؤمنين هذو يرجعوا لبعضهم ويرجعوا للطريق هذه. الجزائر راهي رايحه للانهيار، الجزائر راهي في الخطر. منين؟ من ولادها. ولادنا ما يصلحوش، ولادنا اللي راهم يخربوا في وطنهم. واحد دار اللحيه ويقول انا هذا موش دين، واحد يقول موش ما تقراوش القران، واحد يقول هكذا. راهم ولادنا راهو عدو لينا. ولادنا اللي راهم قراتهم الصوره يقولوا انتم موش هكذا، راكم غالطين. حتى الدين موش هذا هو الدين، راه واحد يصلي القبله، واحد الظهر، واحد يدير الشاشه تاع الخميني، واحد يقول له انا نقلد هكذا، واحد يقول هكذا. هذه حتى من ولادنا راهو مخطرين علينا على الوطن. راهو المهيار نتاع هذه كل من السلطه ما كانش. لو كان كاين السلطه كل واحد في حدوده، تكون سلطه قائمه، سلطه عندها قيمه، سلطه كيما ميدان نتاع كيما وقت الثوره.
كلامي كلامي يكفي، ما بقاش مش حتى بالعصا، كلامي يكفي سقي طبق اللي ما طبقش كاين اللي يطبق عليه. هذا هو هكذا بصح، لكن احنا باش نخافوا من هذا الشيء هذا ما لا مثلا علاه تحكم مسؤولي، لكن انت تخاف ما تحكمش الناس ولا ما تروحش تفهم الناس في عقولهم ولا ما لا ماكش راجل باش تسير، اخرج من الميدان خلي اللي يقدر يسير. هذا هو الكلام نتاع هذا هو الكلام نتاع الصوره. إذا كان اختينا احنا هذا الشيء على خاطر لو كان سكيتو ما تكونش حار على خاطر يجيو المستقبل حتى العجايز يحتلونا. انا امير ماذا بينا احنا باش نكونوا ناس صحاح باش نرجعوا للميدان، باش نرجعوا للميدان تاع الجهاد في سبيل الله، باش نرجعوا للميدان تسيير. نساو الجماعه الشيء اللي داروه بكري كيما الاخوان كيما بيطات كيما جماعه ذوك كانوا كل قدم كيما عمار بن عوده كيما سي مهري كيما هذوك احنا كنا مع بعض بكري كانوا هذوما هذوما نسيتو درك كان يشوفك تهضروا بالرخفه تهضروا بوحده الهضرك انتم ما تنسوا تهضروا بالرخفه تضرب الكلام بالوقت الدبوس لازم الدبوس انا اللي ما يتعداش الدبوس الدبوس اخي الدبوس ما يقدرش يعطيه طريحه ويرجعوا الطريق على الميدان خلاص ما قلت لكش روح لا ما يستاهلش يموت ما تدروش بصح الدبوس يسخلوا يرجع الناس للطريق المستقيمه ويرجع الناس كل الطريق المستقيمه علاه خلاص احنا درنا صوره واحد يضرب واحد يقنع الناس واحد يحل المشاكل نتاعهم واحد كذا وهكذا وتوصلنا والحمد لله ولا الصوره نتاعنا تمشي ودارناها في طائفه قليله وانت ونصرنا رب العالمين سبحانه عز وجل. علاش؟ على خاطر قلوبنا طاهره ضمائرنا طاهره توجه لله سبحانه عز وجل. خلاص نسينا عائلتنا نسينا مالنا نسينا امورنا وكان من الناس اللي عندهم مال اكثر مني انا ولا اكثر من لكن توجهنا توجيه واحد توجيه واحد باش نموتوا في سبيل الله. ولكن سبحان الله العظيم رانا حيين للظرق رانا بعض من الناس اللي راهم عاشوا معنا في الميدان هذا وكله مازالوا حيين راهو العمر تاعنا طوال بصح الشيء اللي شفناه حنا الميدان اللي شفناه حنا مكتبه نتاع التاريخ كتاب نتاع التاريخ بصح اليوم هذه الناس يرجعوا في طريق مستقيمه مازالوا الثوار ومازال عليهم مسؤوليه امام ربي وامام الضمائر تاع الناس هذو لازم لهم يرجعوا الميدان واش تزعكني ولا ما تزعكنيش في هذه الازمه انا معاك تحب ولا تكره ها هو الميدان يلزم نكافحوا هذه الاعداء نتاع الثوره والاعداء نتاع النظام يسقنا نكافحوهم باش نديروا باش ترجع الجزائر الميدان واحد ما نحبوش حنا 100 ميدان يحب ميدان اخر ولا يحب يدير حاجه اخرى يروح الجوايه اخرى وين يجي يلقى لي يستاه حنا لا غالبه هذاك ما كاين حنا ثور ثورنا ثور ازمه حاجه اخرى ازمه اقتصاديه يقول لك ازمه اقتصاديه خاطر ما كانش الشطر باش يعطي الناس يعطيو لهم داروا لهم بيبروات في ديارهم هربت الشطر اضرب يسحق لك تمر تخدم الناس ولفوه مروح نسلكوكم وقعدوا هاو باش وخذاها وان كان على كل حال ربي يرحم اللي مات وربي يرحم اللي راح واللي كذا بصح هذيك على خاطر اللي داروا الملك ساعات هذيك هي هاي وخذاها هاي وخذاها وين راح واحد يكون مثلا راجل يرجعوه صغير ولا يرجعوه كذا يسلكوه ويفنينوه يقولوا له روح خلي الراجل يخدم بعرق جبينه باش يكون راجل هذا ولا تصغروا احنا نديروا سياسه وحنا مانيش عارف هذه اللي ما توفقناش فيها هذه اللي ما ساعدتناش هاو الشيء اللي ما توفقناش انا وصلناه اليوم رانا في الهواء اخي نقولوا المفيد ما احنا نشوفوا من بعيد انتم ما تشوفوش انتم راكم لهنا يظهر لكم اللي راكم في ملوك وفي مانيش عارف بصح حنا ما كانش عندنا النفاق احنا عايشين في وسط الشعب رانا في الهواء السفينه تاعنا راهو يدي فيها البحر مانيش عارف وين جات راسي يجي نهار اللي تروح خلاص يديها الغبار علاش على خاطر السفينه لا وين السفينه يعني هذه نتاع الجبهه اللي تسميوها الجبهه الا وبالاخص الا كان داروا تعدت الاحزاب هذه تعدت المندوبيات هذه الا كان داروا هذه مع هذا الهيشر نتاع الشبيبه هذه اللي ما يعرفوا لا السياسه ما يعرفوا لا الدين ما يعرفوا لا علاش على خاطر السفينه لا وين السفينه يعني هذه نتاع الجبهه اللي تسميوها الجبهه الا وبالاخص الا كان داروا تعدت الاحزاب هذه تعدت المندوبيات هذه الا كان داروا هذه مع هذا الهيشر نتاع الشبيبه هذا اللي ما يعرفوا لا السياسه ما يعرفوا لا الدين ما يعرفوا لا رانا غير مثلا كل واحد يروح يحفر قبره بيده يروح يدفن روحه ويتهنى وخلاص يعني راه الواحد ما ينجمش وين يعيش ما يلقاش حتى وين يعيش ما مازال خير ان شاء الله على الحاج مازال خير ان شاء الله ما سمعت واش تقول تو مازال خير ان شاء الله بصح انا ما تفولش بلا ما أنا قبل ما نديروا بكري قبل ما نقولوا هذه الحاجه هذه حتى نقطع عليها الطف قال اني رايح نضرب ان شاء الله.
بارك الله فيك الحاج. الله يبارك فيكم. ما لا كل حنا نشكروا يعني هذه الندوه هذه اللي يعني استدعتنا وحضرتنا يعني باش نسبوكم. معليش. على كل حال يعني نشكركم. ولكن يعني انت نتمنوا اللي يعني بفضل ربي سبحانه عز وجل ان شاء الله راهو ما يروح والو، وحنا يعني كنتوا سبب يعني باش نتلاقاو مع الاخوان اللي رانا عندنا مده كبيره ما شفناهمش، وانا كنت مريض البيت يعني درك راني شويه الى حتى الى سبيتكم معلش سمحوا لنا.